طب انا السؤال ده، السؤال ده مننا الحقيقه، ونفسي تجاوب اجابه واضحه كعادتك يعني. طب. محمد علي يقول او يطمئن المتظاهرين في 11/11 ان الجيش لن يرفع السلاح. 100% ده على ضمانتك؟ 100% على اهو، ما انا بسجلها معاك على الهوا، هو ده حتى مش فيديو هشيله ولا احط عندك انت. 100% الجيش مش هيضر. 100% عشان الجيش عنده اخلاق محمد، عنده مبادئ، ولا دي معلومات عندك ان الجيش المره دي مش هيضرب في حد؟ عشان انا بتكلم مع ضباط محترمين زي حضرتك كده برضو وشرفاء، عارفين ان السيسي ورطهم مع الشعب، ومن ضمن الجزء اللي مع الشعب ده هو دخولهم في الحياه الاقتصاديه بالشكل الرهيب، وفي الاخر هم فشل. يعني في الاخر هم فشل، ما فيش اي مشاكل، يعني هم ضباط ومحترمين، وقال لك وكانوا مع السيسي وكانوا بيحبوا السيسي اصحابه، واعترضوا يعني يا محمد، ما انا حكيت الموضوع ده كذا مره، اكن انا وانت في قلب الشغل بتاعك وانا اعلامي معاك، وقلت لك يا اسامه مش هكمل مع مكملين مثلا، بس اصحابه وحبايب. فبيلاقوا الراجل 100% وراجل تمام و10 على 10. النهارده بيقول لك ملبسنا مع المقاولين، هنعمل ايه مع الالتزامات اللي علينا؟ المقاولين دي عليها ديون البنوك، انا بكلمك على بند صغير. أيوة. بخلاف بقى لحد الاكل بقى والاقتصاد والبراجه اللي عملوها كلها ما جابتش ارباح، فالجيش مش عايز يخش في مواجهه مع الشعب، والا هتبقى مصيبه. يعني هم خايفين ايه الظباط اللي بيكلموني؟ ان يتساب بقى ظباط الشرطه والناس تتوجه على مين؟ على الجيش. عشان كده بنقول ايه؟ طمن ان في ناس محترمه، ولما ربنا يكرم والناس تنزل هنطلع يا محمد، نطلع معاك يا محمد، وان احنا في صفوفه. ده يمكن سؤال زينب ابو محمد في قصه الجيش متضايق منه زي ما بتقول، طب ليه ما بيعملش هو الانقلاب ويخلصنا؟ لا ده فيلم جمال عبد الناصر، والا كان السيسي عمل كده. هو السيسي لما جه يعمل الانقلاب عمل ايه؟ مش عمل تحضيره؟ مش السيسي ضغط شويه قفلنا البنزين؟ انا كنت معاهم قافلين البنزين، بنقطع الكهرباء، حسني مبارك ما اعرفش قطعها ليه ايام مرسي، وهوب راح جايب بعديه بيوم، وبعد كده قطعت. ما عليه، قعدنا نضغط على الشعب، البنزين، الكهرباء، الاكل، الشغل، موقفين كل المؤسسات، الجيش هو اللي كان شغال، احنا اللي كنا شغالين في جميع المحافظات بنفتح شغل في اي هبل في جبل عشان نعمل شعبيه لينا، عشان الناس تحس يبقى عندها انتماء للجيش. وبعد كده قام طالع السيسي بقى وعمل شويه الافلامات ويروح يكسر ويبوظ، وبعد كده بدون تفويض يشيل القوى الارهابيه، وبعدين الناس نزلت. يعني الجيش في الاول وفي الاخر احتاج مين؟ عبد الفتاح السيسي، مع انه منقلب 100% اهو، برضه احتاج الشعب، ان الشعب هو اللي بيد هو مصدر القوه. طيب جميل، نرجع لمجموعة من لكن الاتصالات. يعني انا اسف حته بقى ان حد في الجيش يقوم، لا طب ما هو عبد الفتاح لما قام عايز الشعب، لكن ضباط جوه الجيش انا اعرف اكتر من الاف الضباط، هنعمل ايه؟ هيقبض عليا انا كضابط الجيش النهارده عشان اجيبك واجيب 10 تنفار عشان نتفق ال 11 هيسلمني. طب في سؤال يا محمد، لو طلع ضابط في الجيش جهه ما يعني خلينا نقول في المجلس العسكري في البحريه في اي حته في الحربيه في اي مكان، بعت لك رساله وقال لك يا محمد يا علي انت بتعمل شغل كويس في قمه مناخ، الراجل مأزوم، ناس بتستقيل من المخابرات العامه، ما تيجي ننسق مع بعض، لو قدرت تنزل 100,000 ولا 200,000، عايزين غطى شعبي بس لقطه حلوه كده في الشوارع واحنا هنخلص عليه، انت شايف ان ده حل كويس، حل مناسب انت ترضى بيه؟ لا لازم تحاسب. والفكره لو انت بتقول مجرد فكره حصلت، لا انا شايف ان هو لازم يتحاسب، هنخلص عليه وبعدين ماشي، هو انا نفسي اموته دلوقتي قبل بكره، بس هو لازم يتحاسب. لكن الفكره ان ظابط يكلمنا ان الناس تنزل وهم يخشوا يقتلوه، صعب جدا عمليه مش يقتلوه، ينقلبوا عليه يعني او يخرجوه من السلطه، صعب. صعب، لان هو وزير الدفاع ايده اتعاصت معاه في الفساد. وزير الدفاع النهارده يا اسامه عليه المديونيات دي، ما هو النهارده الشغل ده مين؟ هو السيسي. ايه اللعبه اللي هو عملها؟ وزير الدفاع ده يعني هو اللي بيدير المؤسسه العسكريه، هو اخر راس، طبعا هو عبد الفتاح اللي فوقيه بس ده اخر راس. الراجل ده النهارده انغمس في الحاله الاقتصاديه، فاصبحت المديونيات اللي على القوات المسلحه في هيئه محمد زكي. ما انت النهارده انا وانت لينا فلوس، هنروح من الرئيس بتاعنا كضباط كقيادات، انا رئيس الهيئه الهندسيه وحضرتك النهارده ماسك اداره النوادي بتاعت الايه النوادي، انت عايز فلوس وانا عايز فلوس، هنروح لمين؟ لوزير الدفاع. ليه اخر راس ما بروحش للسيسي، هنروح لوزير الدفاع نقول له عايزين المطالب دي، حقوق الناس. فاصبح محمد زكي اصلا متورط مع السيسي، انت مش شايفه بياخده معاه في كل حاجه؟ يعني واخده معاه في بتاعه الاجهزه الالكترونيه الفاشله اللي راحها دي، اخده معاه ورايح الجزائر.
يعني هتلاقيه في كل حته صاحب مع محمد زكي عشان يبقى ورط جسمه في كل حاجه، فيفضل محمد زكي خايف على حياه السيسي اكتر 100 مليون مره من انتصار.